تحية طيبة لكل من يشاهدنا ويتابعنا عبر شاشة زاكروس الفضائية، وتحية إلى كل الزملاء في داخل استوديو برنامج نسمات زاكروس. أهلا وسهلا بكم باستطلاعنا الجديد، وجولتنا اليوم راح تكون جديدة أيضا في إحدى المولات الموجودة بالعاصمة الحبيبة بغداد. اليوم راح نتكلم عن موضوع الصداقة. طبعا وجود الأصدقاء بحياتك هو واحد من أجمل الأشياء بالحياة. وجود شخص يعني لك أو يكون لك من مثابة الأخ أو الأخت هو نعمة من رب العالمين، وإحنا لازم نقدر هذه النعمة. هذا الشخص راح تشكي له كل همومك، راح يشاركك بأدق تفاصيل حياتك بصغرها وبكبرها. بعض الأشخاص يتعرضون إلى خذلان جدا كبير من قبل أقرب الأشخاص لهم. من خلال جولتنا اليوم راح نشارك هذا الموضوع وياكم ويا المشاهدين ويا كل الناس الموجودة في داخل هذا المول، ونشوف رأيهم بخصوص هذا الموضوع، موضوع الصداقة. وش تعني لهم الصداقة اليوم؟ وش تعني لهم الصداقة؟ انتوا وش تعني لكم الصداقة بالتحديد؟ اكيد خليكم ويانا ومستمرين بهذه الجولة. وناخذ انا اول عائلة. السلام عليكم، شلونكم؟ تمام الحمد لله. اليوم جولتنا تخص موضوع الصداقة. اول شيء اريد اتعرف على اساميكم. صبا اياد. صبا واياد. صبا واياد، ايش تعني لكم الصداقة؟ الصداقة أهم شيء، الوفاء والإخلاص ويعني المحبة والعاطفة. زين، يعني همكوا أصدقاء قريبين جدا من عندك، صديقات تشاركيهم بكل تفاصيل حياتك، حتى مرات يجوز تحكي لهم مثل ما نقول إحنا سوال في البيت، هم تحكي للأصدقاء؟ عندي بس أخويا، هو كصديق هو أخت، هو كل شيء لي. وأي ودي؟ أنا عندي كصديقة أحكي وياه يعني أسراري أو هاي، أنا عادي أعتبره صديق مثل أخويا، بس مو كل صديق صديق. لازم نجرب ونعرف انه اطباعه حلوه وثقته بنفسه. زين، هو صديق وقت الضيق. انت عندك احد يوقف وياك وقت ضيقك؟ عندي صديق. منو؟ اسمه مصعب. نوجه له تحيه؟ يستاهل تحيه لو لا؟ شي احتيادي. زين، مصعب من المواقف اللي يعني اللي واقف لك بها مصعب، مواقف كلش قويه، مثل يعني اذكر لي موقف من المواقف. مثل بس اقول له مثل عندي والدي تخربط او هاي، يجي عاد علي خطأ او يسال او يتصل، يظل باله علي. زين، بما انه مصعب صديقك يعني تقدر تخابرنا اياه؟ بس تدري ايش تقول له؟ قول له مصعب اني تعاركت. يعني السليماني يعني ما يدري، يتفاجئ. زين، شلون رجع من السليمانية؟ شلون الرجعة من السليمانية؟ الرجعة من السليمانية لو لا؟ اي لو لا؟ ايش تقول ياسر؟ ما راح نرجع من السليمانية، اكيد احنا نوجه له التحية. وشكرا لكم. انا اودي تحيه لابني في مدينه سليمانيه، وحيل حيل مشتاقه له، لان هو روحي وكل شيء هو بالدنيا لي، يعني مشتاقه له هواي، ما نوصف شوقي له وحبي. يعني انا حبي واخلاصي لابني والاخوي اكثر شيء، اخوي يعني كصديقه لي ويفهمني انا شنو البيه فعندي شخص يعني كلش احبه. سو حاليا يعني بالدوام، يعني عادي اتصل علي و يعني شاركنا بالبرنامج. اي مو مشكله، بس اريد يعني تقولي له فد موقف يثبت بي انه هو صدق صديقك، انه هو صدق يوقف لك بوقت يعني الشده. اوكي ماشي، صح حاضره. يلا خبره، خلينا نشوف رده فعله. يعني يوقف لها ما يوقف لها؟ شو اسمه؟ امير. شوف رده فعله الامير. طبعا احنا نوجه تحيه لكافه الاصدقاء المخلصين اللي يوقفون لاصدقائهم. موقف وياي؟ لا يوقف لي يعني. زين، واذا ما وقف لك؟ لا يوقفني. يعني سيف المجرب؟ خاف ما يجاوب؟ لا تادق علي. خلينا نشوف. امير يعني امير وياي قناه زفرات، وياي قناه شو اسمه زفرات. اي قولوا لي يعني هسه اذا قلت لهم انا هذا شخص احبه وامير اسمه، قالوا لي اصعب شيء اذا وقف لك يعني طلبت منه شيء يوقف لك. قلت لهم اي طبعا. انت شو تقول، توقف لي لو لا؟ شلون؟ اقول اوقف لك بالصغيره وبالكبيره. تحياتنا له. شكرا لكم. شكرا لكم. مشاهدين الكرام، احنا مستمرين وياكم خلال هذه الجوله المميزه والجميله في احدى المولات الموجوده بالعاصمه الحبيبه بغداد. اكيد خليكم ويانا ونشوف بعد ناس شنو رايهم بالصداقه، وش تعني لهم الصداقه. واكيد راح اسال الناس سبق وان غدرهم صديق عزيز عليهم. خليكم ويانا. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام خلال هذه الجوله الجميله والمميزه. اكيد
لابد ما نتكلم مع الحجي. السلام عليكم حجي. حجي ابو منو؟ ابو محمد. ابو محمد بما انه انت رجال كبير واحنا نتعلم من الاكبر من عندنا. الله يسلمك ابو محمد. اريد اسالك على مفهوم الصداقه، ايش تعني لك الصداقه؟ والله الصداقه يا ابو عدي من اسمها صداقه، يعني الواحد يحب الله، واحد يساعد الله. ابو محمد هم عندك اصدقاء قريبين منك؟ اي عندي. يعني ساعدوك وقفوا لك من احتاجيتهم؟ والله عندي. كم واحد؟ والله عليهم الاعتماد، يعني ذولا من مثل ما نقول يا سامح الله اذا وقعت يشيلوك. والله قرايبي صراحه، يعني مو الاصدقاء، قرايبي يعني. هم عندي اصدقاء يوقفوا لي، بس بالشدات القويه ابن اخوي يعني قرايبي. صحه وعافيه حد. الله يعافيك عيوني. زين والحلوين تعالي، ايش اسمك؟ دنيا. عندك صديقات؟ تحبيهم؟ يساعدوك؟ ايش اسمها صديقاتك؟ رهف. منو؟ برلين. حجي تبي تغششها؟ انت منو يعني هيك اكثر وحده تحبيها من هي؟ هاي رهوف. وش تسوي لك؟ ساعدت؟ وبعد؟ تلعب وياي. زين وانت تعايم؟ شلونك؟ زينه. اسمك؟ فاطمه. فاطمه عندك اصدقاء قريبين من عندك يساعدوك؟ ايه. شنو يعني الصداقه بالنسبه لك؟ يعني شنو صديقاتك؟ يعني شنو صديقاتك بس بالمدرسة، برا المدرسة، من البيت؟ مدرسة وبرا المدرسة. شلون هم وياك أصدقائك؟ زينين. الحمد لله كل الزينين. أنا هم زين الحمد لله. الله يسلمك. أنت حبيبي شو اسمك؟ حمودي. حمودي تحب أصدقائك؟ ليش؟ شنو ليش؟ خلص أصدقائك. زين ليش تحبهم لأصدقائك؟ أدري أصدقائك ليش تحبهم غير نفتهم؟ غير هم يحبون أنا هم يحبون. زين ما حتى أبوك أمك وأبوك هم يحبوك، بس أصدقائك ليش تحبهم؟ أصدقائي أقول بالوقفات بالعركات شيكي. تشمرون طابوق على العالم؟ أوين؟ لا ما تسوون هالسوء. نمشي البوبجي عندنا. شو تسوون؟ البوبجي همشي. بس البوبجي؟ ودراستك؟ لا هم حتى الدراسة عايفة. أولي عليك أبو جاسم. ابو جاسم ليش عايف الدراسه؟ ليش؟ ايش دراسه؟ زين ياهل احسن المدرسه لو البوبجي؟ مدرسه شي اكيد. يعني تعرف البوبجي؟ تعرف زين بوبجي لو اصدقائك؟ لا اصدقائك. ايه حياك الله ابو جاسم والنعم سيف المجرب. بعد منو؟ تعاي انت ام الاصفر. اصفريك اصفر احمر. شو اسمك؟ زينب. اسمك؟ زينب. لو زنوبه. زنوبه اكثر وحده صديقاتك تحبيها شو اسمها؟ رهف. ليش؟ تلعب وياي وكل ما تدق الباب عليهم تطلع. الله زين، يعني كل ما تدقين الباب تطلع؟ لا مرات تروح لجدها البيت خالتها. زين رهوف هم تزعلين انت وياها؟ اي كل مره. ليش؟ ما ادري اكو صديقه هي حقيره بس تخرب بينا. لا لا زنوبه ويلي عليك رهوفه وزنوبه. زين يعني اكو وحده تخرب بيناتكم؟ وطردوها هاي قولوا لها باي باي. بعد لا تحجون وياها بس راح ترجعون. شو تسوون هاي صديقتكم اللي تخرب؟ بعد نصاحبها ونزعلها. زين شلون تصالحوها وشلون تزعلوها؟ نصالحها خاف احنا اذا مسوين وياها فشي خطا. احنا نصالحها، واذا هي مسوي ويانا خطا هي. اذا نريد نزعلها شو نسوي لها يا حركه؟ مشاهدينا الكرام اكيد مستمره هذه الجوله ما انتهت لهنا. خليكم ويانا شوف بعد عوائل اكيد راجع لكم. استمرين وياكم مشاهدينا الكرام بهذه الجوله المميزه والجميله كل ما احتاج. مواضيعنا دائما شيقه، دائما ما نحاول ان ندخل بهجه وسرور لكافه بيوت الشعب العراقي. السلام عليكم، شلون الشباب؟ شو اسمك؟ صادق. اسمك؟ صادق. صادق. سمير. صادق وسمير. صادق وسمير يمرحان معا ويلبسان معا ويلعبان معا مو؟ وبعد شو تسوون؟ صادق ايش يعني لك سمير؟ كل شيء. صديقك؟ طبعا. وبعد؟ كل شيء يعني. زين من المواقف اللي اعتمدت بها على سمير؟ كل شيء من ناحيه اي شيء. عشان مثلا اذا مثلا كنا نمر بظروف، اذا مريت في ظرف معين واحتاجيت احد يوقف لك، علي من تخاف؟ سمير اول واحد. غير سمير؟ ماكو. بس سمير؟ ايه. وانت سمير؟
هو بس صادق عداني. ويلي عليكم. صادق وسمير، اسال سمير يقول لي صادق، واسال صادق شي يقول لي، يقول لي سمير، هاي الصداقه الحقيقيه. مو اسال سمير يقول لي محمد. زين سمير صادق، وانت صادق. انا حبيبي. زين ست اليوم ليش لابسين نفس التيشيرتات؟ انا؟ هاي احنا كل طلعتنا سوا. شلون يعني؟ ها؟ يعني هسه مثلا اذا تريدون تتغدون، تتغدون نفس الغداء؟ نفس الغداء. نفس العشاء؟ نفس العشاء. ايش طلعت هاي؟ هو كله هسه حتى كاتب عليه اسمه صادق الحنين. صادق الحنين، وانت ايش كاتب عليه؟ سمير. الحنين لو بدون حنين؟ سمير. سمير مو حنين. سنين، سنين شنو؟ سنين. سنين حبيبي. شوف ايش قد محافظ على نسبة الصداقة بينك وبينه؟ يعني هم كل ناس رادوا يخربون بيناتكم؟ ايه. ليش وقت تعرفه؟ انا اقول لك صار لي تقريبا شهرين. صار لك شهرين تعرفه؟ صار لي شهرين، انا اقول لك انا محافظ بالنجف الاشرف. وهو بالحلة. حياكم الله، تحياتنا لأهل النجف وأهل الحلة. يعني الحلو حلو من نشوف هذا التنوع بين كل أطياف الشعب العراقي، يعني متعنين من النجف والحلة وجايين لبغداد اثنيناتهم. يعني الله يديم هاي الصداقة الجميلة. زين شنو المناسبة تجيتوا لبغداد؟ أصدقاء يعني كلش، بس شنو اشتريت دراجة، من اشتريت دراجة مشينا أنا سوا، بعدين جماعته قالوا لي على مود دراجة، بس احنا من زمان أصدقاء، يعني مو على مود دراجة مشوا وياي ولا أنا همات، هو همات عنده دراجة. أنتوا قديم يعني قديمين بالصداقة لو جديدين؟ قديمين، بس شنو مدة شهرين هاي الصداقة. حس روحك صار لك هواية تعرفه. ايه. الله يحفظكم شباب. رحم الله. أنا ممنون منكم. مرحبا الكرام، اليوم صعب الواحد يلقى أصدقاء يعتمد عليهم بالسراء والضراء. يعني أنا أنصح كل الناس أن ينتقون أصدقائهم بصورة صحيحة، أن يحافظون على أصدقائهم، ما يسمعوهم حكاية ما حلوة. رجعنا لكم مشاهدين الكرام جولتنا لهذا اليوم، ويا السلام عليكم. عليكم السلام. اسم بالخير. نور الصباح. نور الصباح، كل صباح يطلع نور. نور ايش تعني لك الصداقه؟ صداقه يعني بين الولد والولد، وين يعني الصداقه بصوره عامه الاصدقاء. هي الصداقه شيء حلو، يعني خصوصا اذا كنت هذا الصديق انت واثق من عنده انه هو يوقف وياك بالمرقب الحلوه، صحيح؟ فهي هاي شلون نقول احنا نوسع صداقاتنا وعلاقاتنا حتى نشوفهم بوقت هاي الموقف. يعني هم عندي صديقات تعتمدين عليهم يغششوك بالامتحانات مثلا، طلعين وقلوا لهم لأهلك مثلا هي رايحة للمحاضرة بس هي جاية للموقف، هم عندك صديقات تعتمدين عليهم؟ اي عندي اصدقاء، يعني صراحة مرة من المرة كنا يعني اثنيناتنا مقارين، هي الوحيدة اللي يعني احنا نصح لها سكاشة مالتنا. سكاشة طلعت مقاري؟ لا لا قارية بس مراجعة يعني قبل المحاضرة. أوكي. المهم فقلت لها سجا ها جاية شو تسوي، يعني هي مجرد بس شمرت لي ورقة الملخص كليته، يعني الأسئلة بسرعة، هي يعني شاطرة بسرعة تكتب، فالملخص كليته يعني كنت ثلاثة اثنين من نفس الدرجة. نجحت تسجا. زين هي هاي الدرجة ما تحسب ليش لو سجا. زين بالنهاية، زين بالنهاية مثلا من تخرجتي التخرج مالتي تخرجت لو تخرج سجا؟ لا طبعا مو بتعب، احنا مو مرات يعني مرات انا اقول لك بالرياضيات يعني شويه بالانجليزي. ولا على الرياضيات، الشعب العراقي كله ما يحب الرياضيات، كله يعاني، كله يعاني من الواحد زائد واحد. زين هم عندك صديقات خذلوك نطوبيك؟ عندي هواية. شو تقولي لهم؟ اني صديقاتي ما اقول لهم شيء، اقول لهم الله يوفقكم، لان اني يعني ما اعتبر نفسي خسرتهم، ما خسروني، كنت يعني شلون اقول انا وياهم كل شيء. زين يعني ما اقول لهم انه اني تعبانه، حتى لو اني مثلا حزينه او اي شيء وضعي كان، ما يعني ما اخليها تروح لغيري. زين ما اعرف اذا ما اخليها يعني مشكلتها تنحل. تمام. نور، نور يا نور، شكرا لك نور. ممنونين مشاهدينا الكرام، جولتنا اليوم اكيد مستمره، خليكم ويانا. واحنا اليوم شفتوا شنو تعني الصداقة لكافة الناس، شلون صداقة الناس وياهم، وشلون كانت علاقاتهم ويا الأشخاص المختاريهم. طبعا الصداقة موضوع جدا حساس، أنا شخصيا أحب أشكر كل شخص قدم لي الدعم، كل شخص ساعدني، كل شخص سوالي شيء
يعني ما كنت متوقعه بيوم من الايام. قد يكون اهلك ما يسوي لك هواي اشياء، اهلك يجوز يعارضوك بهواي اشياء، لكن صديقك بيوم من الايام هو راح يكون الداعم الاول والاخير لك. شكرا لكل اصدقائي، اكيد شكرا لكل الزملاء والعاملين، وشكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعه. انتظروني قريبا جوله اخرى ويوم جديد في امان الله.